السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي والتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات، الوحدة الثانية، الدرس الثاني، العمليات على الدوال، الجزء الثاني. سوف نتعلم في هذا الفيديو تعريف تركيب الدوال، إيجاد قاعدة تركيب دالتين، إيجاد مجال تركيب دالتين. التمهيد. تركيب الدوال. لن يصعب عليك عزيزي الطالب أن تدرك أن هذه الدالة ناتجة من دمج دالتين أساسيتين، هما دالة المقلوب 1 over x والدالة الجذرية root x. ولكن عزيزي الطالب، ما هي العملية التي دمجت بين الدالتين الأساسيتين؟ هل هي أحد العمليات المعروفة لديك؟ بالتأكيد لا، وإنما نتجت عن اندماج الدالتين ببساطة بوضعهما وفق الترتيب الآتي: دالة المقلوب أولا، ثم دالة الجذر التربيعي. عملية دمج الدوال هذه والتي ليس لها نظير في جبر الأعداد الحقيقية تسمى تركيب الدوال. تركيب الدوال. افترض أن F و G دالتان، وأن مجال الدالة F يتقاطع مع مدى الدالة G. يشار إلى تركيب F بعد G بالرمز F circle G، أو يقرأ F بعد G، ويتحدد بالقاعدة F بعد G X equal F G X. يتكون مجال الدالة F بعد G من كل قيم X التي في مجال G والتي تعين قيم G X في مجال F. دعونا أعزائي الطلاب نفترض الدالتين F و G ونمثلهما بأشكال فن. أين مجال كل من الدالتين؟ أحسنتم، هذا هو المجال. وأين المدى؟ هذا هو مدى كل من الدالتين. إذا قمنا بتمثيل العلاقة GX بهذا الشكل، هل بإمكانك عزيزي الطالب أن تجد قيمة G of 3؟ أحسنت، G of 3 equal 2. وإذا قمنا بتمثيل الدالة F of X بهذا الشكل، ما قيمة F of 2؟ أحسنتم، 9. دعونا الآن أعزائي الطلاب نحاول تطبيق قاعدة التركيب F circle G X equal F G X. من المهم جدا عزيزي الطالب أن تدرك أهمية الترتيب عند تركيب الدوال. لاحظ أن F هي الدالة الخارجية و G هي الدالة الداخلية. إذا طلبت منك عزيزي الطالب إيجاد F G 3، ماذا سوف تفعل؟ الخطوة الأولى هي تطبيق صيغة الدالة الداخلية G of X. إذن الخطوة الأولى هي تعويض قيمة G of 3. أحسنتم، ها هي الخطوة الثانية، هي تطبيق صيغة الدالة الخارجية F of X. ما قيمة F2؟ أحسنتم، 9. إذن لاحظ عزيزي الطالب كيف تم تركيب الدالتين، نبدأ من 3 في مجال G لننتهي في 9 مدى F. ولاحظ عزيزي الطالب كيف أن مجال الدالة الخارجية F تقاطع مع مدى الدالة الداخلية G. وبما أنه نتج عن التركيب دالة جديدة، فلا بد من دراسة المجال. يتكون مجال الدالة F بعد G من كل قيم X التي في مجال G، بمعنى X تنتمي إلى مجال G الدالة الداخلية والتي تعين قيم G of X في مجال F. يعني أن المدى للدالة الداخلية يجب أن ينتمي إلى مجال الدالة الخارجية. المثال الثالث، الصفحة 74 من الكتاب المدرسي. لتكن الدالتان fx equal x square و g of x equal x plus 1. a. أوجد قيمة fg3. b. أوجد صيغة fgx. الحل. المطلوب الأول FG3. تذكر عزيزي الطالب، ما هي خطوات تركيب دالتين؟ أحسنت، الخطوة الأولى هي تطبيق صيغة الدالة الداخلية G of 3 بتعويض 3 في الدالة الداخلية G of X لينتج G of 3 equal 4. الخطوة الثانية هي تطبيق صيغة الدالة الخارجية F بتعويض قيمة G of 3 التي أوجدناها. أحسنتم، F4 سنعوض 4 في أي صيغة؟ في صيغة F. أحسنتم، equal
سنعوض مكان x ب 4 إذا fg3 equal 16. الفرع b أوجد صيغة fgx. نريد الآن إيجاد صيغة التركيب بدلالة x. الخطوة الأولى ما هي؟ أحسنتم، تطبيق صيغة الدالة الداخلية g of x. إذا سنقوم بتعويض قيمة g of x. ما هي الخطوة الثانية؟ تطبيق صيغة f الدالة الخارجية. سنقوم بتعويض هذا المقدار عوضا عن كل x في دالة f، لينتج لدينا fgx equal x plus 1 square. تذكر عزيزي الطالب قاعدة مفكوك مربع مجموع حدين a plus b square equal الحد الأول square plus 2 في الحد الأول في الحد الثاني plus الحد الثاني square. وبتطبيق هذه القاعدة على x plus 1 square نجد أن x plus 1 square equal x square plus 2x plus 1. حاول أن تحل التنوين 13 الصفحة 81 من الكتاب المدرسي لتكن الدالتان fx equal 4x minus 5 و g of x equal minus 7x. a أوجد قيمة gf2. b أوجد صيغة gfx. عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. تحقق من صحة الحل. المثال الرابع الصفحة 74 من الكتاب المدرسي لتكن الدالتان fx equal x square minus 1 و g of x equal root x. a أوجد مجال g circle fx. b أوجد مجال f circle gx. الحل. لاحظ عزيزي الطالب أن المطلوب هو إيجاد مجال التركيب دون إجراء عملية التركيب، ولإنجاز هذه المهمة نحتاج إلى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إيجاد مجال fx equal x square minus 1. ما نوع هذه الدالة؟ أحسنتم، كثيرة حدود. ما هو مجالها؟ r، ويمكن التعبير عنها بالفترة المفتوحة من نيجاتيف المالانهاية إلى بوزيتيف المالانهاية. الخطوة الثانية وهي إيجاد مجال الدالة gx equal root x. ما هو نوع هذه الدالة؟ أحسنتم، دالة جذرية. ما هو مجال الدالة الجذرية؟ ممتاز، ما داخل الجذر greater than or equal zero. كيف يمكنك التعبير عن هذا المجال؟ أحسنتم، greater than ستأخذ يمين النقطة zero، وبما أنه يوجد مساواة إذن ستكون الفترة من مغلق zero إلى مفتوح المالانهاية، ويمكن التعبير عنها أيضا ب x greater than or equal zero. الخطوة الثالثة وهي إيجاد مجال التركيب. مجال G circle F هو X ينتمي إلى مجال الدالة الداخلية F، حيث FX وهو المدى للدالة الداخلية ينتمي إلى مجال الدالة الخارجية. سنبدأ بالجزء الأول وهو الأسهل. X ينتمي إلى مجال F، يعني X ينتمي إلى الفترة المفتوحة من نيجاتيف المالانهاية إلى بوزيتيف المالانهاية. fx الدالة الداخلية تنتمي إلى مجال الخارجية. ما هي fx؟ أحسنتم، x square minus 1 تنتمي إلى مجال الدالة الخارجية. أين مجالها؟ ها هو. لنحاول الآن تمثيل هذه الفترات. هذه اتفقنا جاهزة دائما، يمكن تمثيلها على خط الأعداد بتظليل جميع خط الأعداد لأن مجالها r. ولكن هنا ماذا يعني x square minus 1 ينتمي إلى الفترة من 0 إلى ما لا نهاية؟ تعني أن عليك إيجاد قيم x التي تجعل الدالة الداخلية f تنتمي إلى مجال الدالة الخارجية g. وبلغة بسيطة، ذلك يعني أن الدالة الخارجية ستقوم بفرض شروطها على الدالة الداخلية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها لن تقبل قيم x إلا إذا كانت x square minus 1 تنتمي إلى هذه الفترة. ماذا يعني ذلك؟ أحسنت، الفترة من 0 إلى ما لا نهاية تعني greater than or equal 0. إذن سنعبر عنها ب x square minus 1 greater than or equal 0. أصبح لدينا متباينة، لنقوم بحل هذه المتباينة. أو الخطوة الأولى لحل المتباينات ما هي؟
أحسنتم تحويلها إلى معادلة x square minus 1 equal 0 وبتحليل فرق بين مربعين x minus 1 time x plus 1 equal 0 وبحل المعادلة x equal 1 و x equal minus 1. كيف نحدد هذا المجال؟ أحسنتم بتعيين هاتين النقطتين على خط الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. الآن ما هي إشارة خط الأعداد؟ من الذي يقرر؟ أحسنتم، x square هو الذي يقرر، حيث أن الأطراف مطابقة لإشارة x square، وبما أن هنا x square موجبة، ماذا ستكون الإشارة هنا؟ أحسنتم، موجب، والوسط مخالف، إذن سيكون سالب. أي الفترات هي التي تمثل حل المتباينة؟ من الذي يقرر؟ أحسنتم، المتباينة. بما أنها greater than or equal zero، إذن نحن نريد المنطقة الموجبة أم السالبة؟ greater than zero، إذن نحن نريد المنطقة الموجبة، وهذه هي الفترة. الآن نريد المنطقة المشتركة بين هاتين الفترتين. وبما أن المتباينة تحوي على المساواة من negative infinity مفتوح إلى مغلق negative one، وبما أننا نريد المنطقتين، إذن سنستخدم الاتحاد من مغلق 1 إلى مفتوح الانفينيتي. إذن دومين G circle F هو نيجاتيف انفينيتي إلى نيجاتيف 1 اتحاد 1 إلى انفينيتي. المطلوب بي، لاحظ عزيزي الطالب أن الخطوة الأولى والخطوة الثانية جاهزتان، بقي علينا الخطوة الثالثة، ما هي؟ أحسنتم، إيجاد مجال التركيب. مجال F سيركل G هو X ينتمي إلى مجال الدالة الداخلية، بحيث الدالة الداخلية G of X تنتمي إلى دومين الخارجية. لنطبق، دومين F سيركل G equal X ينتمي إلى دومين الداخلية، ومدى G of X root of X ينتمي إلى مجال الخارجية. دائما نبدأ بتمثيل الجزء الأول لأنه جاهز. x ينتمي من مغلق 0 إلى مفتوح اللانهاية. الآن الجزء الثاني، ماذا قلنا عن الجزء الثاني؟ قلنا أن الدالة الخارجية ستفرض شروطها على الدالة الداخلية، صح؟ ما هي شروط الدالة الخارجية هنا؟ مجال الدالة الخارجية من negative infinity إلى positive infinity، وذلك يعني أن جميع قيم x مسموحة، إذن لا يوجد شروط للدالة الخارجية هنا، إذن هذا الجزء غير مؤثر، ويكون بهذا مجال df circle g equal الفترة من مغلق 0 إلى مفتوح الما لا نهاية. حاول أن تحل التمرين 20 الصفحة 80 من الكتاب المدرسي. لتكن الدالتان fx equal x square minus 2 و g of x equal root x plus 1، أوجد fgx و gfx ومجاليهما. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال، ثم تحقق من صحة حلك. تحقق من صحة الحل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.